البطوله دي، وعندنا بطولتين جايين ان شاء الله في الشهر الجاي هيفرقوا. اللي هيعمل فيهم احسن يعني انا اقول هيبقى رقم واحد. ودي اخر شهر في الموسم، فانا كان هدفي وانا داخل الموسم ده في اوله ان ثلاث اهداف: واحده ان انا اكسب بطوله العالم، ان انا اكسب بطوله انجلترا مفتوحه، وان انا اخلص الموسم رقم واحد العالم. فالحمد لله قدرت اكسب بطوله العالم، محالفنيش الحظ في نهائي بطوله انجلترا مفتوحه، فاتمنى ان اقدر اخلص بالهدف الثالث، وان شاء الله انا اقدر اواظب على التصفيات. شايف ان في داعي للقلق يعني، لان احنا لو حيت بصيتي على بطوله انجلترا مفتوحه للناشئين اللي هي بمثابه بطوله العالم للناشئين والناشئات، يعني هتلاقي هم بيبقوا 10 اعمار سنيه تحت 11 لتحت 19 كل سنتين، خمسه اولاد وخمسه بنات. تقريبا بنحصل على 6 ميداليات ذهب من العشره سبعه، غير بقى الفضه والبرونز وكده. فده يدل قد ايه ان احنا لسه في يعني تسلسل او كونسيستنسي في اللعيبه اللي طالعه من تحت، فمفيش داعي للقلق. ولكن طبيعي يعني احنا مش البلد الوحيده بنلعب، ان احنا في 6 في احسن قائمه 10 في الرجال وخمسه في السيدات، مش ده الطبيعي برضه يعني. احنا ده كانت طفره زياده عن اللزوم، نتمنى ان احنا نقدر نواظب عليها. بس لو في واحد او اثنين ولاد وواحده واثنين سيدات بنفسه، اعتقد دي حاجه كويسه للعبه عشان بتدي معنى اكتر للعبه. بس طبعا اتمنى احنا نقدر دايما نفضل على عرش اللعبه. سعيد جدا ان اقدر ارجع للتصنيف الاول على العالم، بس هي لسه قريبه جدا ما بيني وبين بول. فالبطوله دي عدد نقاطها هيفرق جدا مين هيعمل احسن، فده حافز ليا كبير ان انا اقدر العب كويس في البطوله دي. وبس مش بس حافز للتصنيف العالمي، يعني بطوله تكون من اعظم البطولات بتتعمل على مدار السنه عبر مانسي وفريق ايفنتس، بيخلي الواحد مش محتاج اي حاجه غير انه يركز في الملعب. احسن من احسن المدن في العالم، فما فيش حاجه ثانيه احنا مستنيينها او تخلينا نلعب مش احسن حاجه عندنا. بخصوص سؤالك يعني، الحمد لله ان حصل طفره، دايما بيبقى في تحسن، عشان دايما كان في محمد الشربجي ومن اعظم اللعيبه في السكواش من مصر، بس دلوقتي طلع علينا كمان بول تلعب طريقه لعب مختلفه، بتخلي الواحد لازم يتحسن عشان يواكب الموضوع يعني. فاتمنى ان اقدر احاول افضل احسن من نفسي على قد ما اقدر، واواظب على المستوى ده يا رب ان شاء الله. والله مش عشان انا جوزها، اكيد انا بايظ واكيد متحيز بيها، بس فعلا ان واحده تبقى مخلفه من 10 شهور وتيجي ترجع بالعزيمه دي، بس اللي بيحصل قدامكم عشان تعرف تلعب كده قدامكم، انا بشوفها وهي نايمه قليل، وتصحى تروح الجيم وتخلص تروح السكواش وتخلص تطلع انا مش عارف ايه، غير ان هي بتاخد بالها من طفله، غير طبعا ان هي زوجه وبنت لاهلها يعني. بص انا ما اعرفش هي بتعملها ازاي بصراحه، فحاجه انا فخور بيها جدا ان انا اقدر، وبتخليني غصب عني مكسوف من نفسي لما اصحى في يوم انا مش قادر او تعبان او كده، حاسس يعني انا تعبان وانا ماليش غير تمرين وكم حاجه بساعدها فيها مع الطفله وهي بتعمل كل ده، فده بيشجعني. فاحسن احساس ان انت بعيش مع حد بينسباير